أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نشر في موقع الهيئات هيئة علماء المسلمين تستذكر العدوان الأنجلو أمريكي على العراق وتؤكد صواب رؤية القوى المناهضة للعملية السياسية. ونطالع في المدى فجوة في لوائح مفوضية الانتخابات تسمح للمرشحين ببدء حملاتهم مبكرا. ونقرأ في الزمان، إقليم كردستان يتسلم الرواتب وسط اعتصام الموظفين جراء دفع نصف المستحقات. نشر في القدس العربية، أردوغان يلمح لدخول السنجار وضغوط على العباد لرفض التوغل التركي في العراق. ونتصفح في الخليج الإماراتي، يتجدد الغارات على دوما وأنباء عن اتفاق لخروج المقاتلين من حرسه. أما في العربي الجديد نطالع، حماس تدعو لانتخابات عامة وتتهم عباس بمحاولة تركيع غزة. وأخيرا وليس آخرا في الشرق الأوسط، ترامب الحرس الثوري يقمع الإيرانيين ويسرقهم لتمويل الإرهاب. غزت القوات الأمريكية وحلفاؤها العراق في 2003 سيدتي وسادتي، واحتلت البلاد وفرضت على العراقيين عملية سياسية مسخا. أسست الطائفية الحزبية وأشاعت الفوضى وكرست العنف وغيبت القانون وقتلت العدالة، وهذا ما زال جاليا في العراق حتى اليوم. دكتور أيمن العاني يقول في موقع الهيئات إن الاحتلال واقع يعيشه العراقيون جميعا ويدفعون ثمنه كل يوم من حياتهم وحاضرهم ومستقبلهم الذي أتت عليه حرب ضروس لا تزال نيرانها المستعرة تلتهم كل شيء جميل يعتزون به ويسعون إلى تحقيقه والمحافظة عليه. خمسة عشر عاماً مرت على غزو الولايات المتحدة للعراق، ولا يزال الاحتلال وحكوماته يحاولون زوراً وبهتاناً القول بأن ما حصل كان تحريراً لا احتلالاً. ولكن من يرى ليس كالذي يسمع، فالجيل الجديد الذي نشأ في ظل الظلم والاستبداد والفساد يدرك تماماً حجم الكوارث والجرائم التي أحاطت بالعراقيين وحلت بجزء كبير منهم جراء ما حدث في عام 2003، وكيف تعاون المتأسلمون مع الغاصبين المعتدين وتآمروا على تاريخ البلاد وحاضرها ومستقبلها، واستولوا على السلطة مغموسة بدماء الأبرياء التي لا تزال متدفقة لم تتوقف بعد. إن قضية غزو العراق واحتلاله معقدة ومتعددة الجوانب، لكن يجب التأكيد على حجم التعتيم الكبير وطمس الحقائق والمحاولات المتكررة لعرض صورة غير حقيقية للأوضاع الراهنة، ومدى خلط الأوراق والتضليل الإعلامي الذي تمارسه سلطة الاحتلال وحكوماتها الفاشلة لتحسين الواقع الأليم وتجميله. تمر ذكرى الغزو والبلاد غارقة بمستنقع الحروب ودوامة العنف والدمار والنكبات التي بلغت ذروتها خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في حرب الموصل التي قتلت عشرات الآلاف من المدنيين وشردت الملايين آخرين ودمرت مناطق واسعة شمال العراق وغربه وشرقه. الكاتب يرى أن الكوارث الإنسانية المتفاقمة والمآسي غير المنتهية أضفت حالة من الإحباط المخيم على المشهد العراقي التي ستؤدي بالضرورة إلى صحوة حقيقية في أوساط الشباب الذين سئموا من الوعود الكاذبة للسياسيين الحاليين وحتى السابقين، إيمانا من هذا الشباب الواعي أن لا خلاص إلا بزوال أمر هؤلاء واستبدال العملية السياسية الحالية برمتها بمشروع وطني يجمع ولا يفرق تحت مظلة العراق الواحد الموحد يطرحه الصادقون المخلصون ويتبناه أبناء العراق الرافضون للاحتلال بكل أشكاله ومسمياته. إن الرغبة كبيرة بنسيان غزو واحتلال العراق من قبل العديد من الدول،
تتحكم بها عوامل عدة، لعل أهمها هو اشتراك الدول المعنية بالغزو العسكري عام 2003 وما سبقه من تهيئة الرأي العام بشكل منهجي ومنظم لقبول فكرة احتلال العراق كمشروع إنساني نبيل. هيفاء الزنقان ترى في صحيفة القدس العربية أن هذه الرغبة باتت واقعا تضخم حقيقة ليمتد إلى نسيان الشعب مهما كانت معاناته كارثية وواضحة، بل أصبح دفعه إلى زاوية مظلمة في الذاكرة الجماعية ضرورة تتزايد بشكل طردي مع الظهور التدريجي للحقيقة حول دوافع الغزو وانفضاح الأكاذيب الذي رافقته. بدا من الواضح خلال 15 عاماً الأخيرة أن أسباب تنامي الرغبة بنسيان العراق بلداً وشعباً لا تعود كما يشاع إلى انشغال العالم بمآس متعددة إضافية في سوريا واليمن وليبيا، بل هي محاولة الأنظمة الإمبريالية طمر فشلها في إخضاع الشعب وجعله منصة انطلاق لغزو بلدان أخرى. وإن دفع الشعب ثمناً باهظاً جراء سياسة فرق تسد وتحويل البلد إلى ساحة للصراع المستدام بتعقيداته الإقليمية من جهة والمحلية الطائفية الميليشياوية من جهة أخرى، تستدعي هذه الصورة المعقدة المغموسة بالفساد المهدد للوطنية التوقف للتساؤل عما يتوجب علينا عمله اليوم بعد مرور 15 عاماً على الغزو والاحتلال. لا تزال آثار الحرب العدوانية بقيادة الولايات المتحدة على الشعب العراقي مستمرة، مسببة معاناة لا نهاية لها وضحايا تزداد أعدادهم بمرور الأيام. إن لكل ضحية عائلة وإن لكل إنسان قيمته التي لا تعوض لأهله وأحبائه، وتوثيق عدد الضحايا واحداً من المسؤوليات التي يتوجب علينا نحن المقيمون بالخارج الذين لا يتعرضون للمخاطر اليومية كما مواطنون بالداخل القيام بها، لئلا يتحول مفهوم العدالة إلى مزحة سمجة يتبادلها القتلة. كاتبة ترى أن إبقاء قضية العراق في ذاكرة العالم لأنها قضية في غاية الأهمية لملايين الضحايا الذين يستحقون العدالة، وهو فعل ضروري أيضاً لاستعادة المبادئ الأساسية للسلام والاحترام والاحترام المتبادل بين الأمم. كما يجب التذكير بجرائم الاحتلال في تهديم دولة وتفكيك مجتمع واستهداف ثقافة الشعب كي لا تتكرر الجريمة أبداً مرة أخرى. إنه أيضاً للاحتفاء بتاريخ العراق ومقاومة الشعب العراقي المتعدد المستويات وطموح العراقيين في تحقيق السلام المبني على المساواة والعدالة والكرامة. تتصاعد حملة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في العراق والمقرر في 12 من أيار المقبل، ومعها يتصاعد أيضاً التدخل الخارجي والنفوذ الأجنبي، ويتجدد الحديث عن العامل الخارجي ودوره في صنع مستقبل العملية السياسية في العراق لأربع سنوات مقبلة. هي الدليم يقول في صحيفة العرب الجديد أن الانتخابات في العراق لم تكن في أي يوم من الأيام انتخابات العراقيين بقدر ما كانت انتخابات العامل والنفوذ الخارجي، إلا أن هذه المرة تبدو أكثر صراحة ووقاحة إن شئت الدقة. انتخابات 2018 ستكون انتخابات الخارج بالدرجة الأولى بعد أن بدأت أمريكا حملتها الشرسة على إيران. ولو إعلامياً، فمنذ أن وصل ترامب إلى البيت الأبيض وهو لا يكف عن تهديده ووعيده لإيران، ترى إيران أن انتخابات 2018 مهمة جداً لاستمرار نفوذها في العراق، فهي تريد أن تجرى الانتخابات في موعدها، ورفضت كل الدعوات التي خرجت من القوى السنية إلى التأجيل. الأمر الآخر أن إيران تريد لهذه الانتخابات أن ترسخ قوى الحشد الشعبي المسلحة سياسياً، ولا بأس إن حاولت أن تدفع تجاه أن يكون رئيس الوزراء من داخل هذه القوى التي شكلت حديثاً للدخول إلى الانتخابات. تريد إيران من خلال دعم بعض القوى السنية في هذه الانتخابات أن تحقق لنفسها نفوذاً أكبر داخل النسيج السني، فهي تبحث عن حلفاء لها من داخل تلك المنطقة يؤمنون لها نفوذاً أقوى في حال تعرضت مصالحها في العراق لأي تهديد أمريكي. أخيراً، من غير المستبعد أن تلعب إيران لعبتها الأهم وهي ترشيح شخصية من الحشد الشعبي ليكون رئيساً للوزراء.
خصوصا وأن هذا الترشيح يمكن أن يجد له قبولا من قوى سنية ارتضت لنفسها أن تمد يدها إلى المال الإيراني في لعبة الانتخابات. الكاتب يختتم مقاله بالتأكيد على أن ما نتج وسينتج من العملية أو بالأحرى عن العملية السياسية ليس سوى مزيد من التشرذم والإقصاء، فالمشهد الانتخابي يعاد كل 4 سنوات من دون تغيير إلا بالقدر الذي يتيح للسياسيين البقاء لأطول فترة ممكنة، ومن خلفهم طبعا الدول الداعمة لهم وفي مقدمتها إيران. لن تخرج الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق بعيدا عما سبقها، بل قد تؤدي إلى ما هو أسوأ إذا ما انتهت نتائج التزوير لاستيلاء القراصنة على المركب كله. فالطبقة السياسية التي دخلت إلى الانتخابات قبل 12 سنة هي طبقة مفلسة تمكنت من القبض على ثروة العراق الخرافية، وهو اليوم وهي اليوم بالأحرى من أثرى الطبقات السياسية في العالم، ناهيك عن أنها صارت تملك جيوشا جرارة من المرتزقة المسلحين الذين وظفوا خصيصا لحمايته، ويمكنها في الوقت نفسه أن تستنجد بميليشيات طائفية تستقدمها من كل مكان ومن كل صوب. هذا ما أشار إليه فاروق يوسف في مقاله بصحيفة العرب اللندنية. نور المالك اليوم ليس نور المالك الأمس، فالرجل الذي تم إحضاره مفلسا من حي السيدة زينب بدمشق حيث كان يقيم يقود اليوم إمبراطورية من الأموال والرجال والمصالح المتشابكة. هناك شريحة من العراقيين تدعو له صباح مساء وتسبح باسمه وتثني على فضائله التي لا تحصى، فهو صاحب نعمتها، وهو الذي نقلها من مرحلة ممارسة الخدع الصغيرة في بلدان اللجوء إلى مرحلة عقد الصفقات المليونية مع شركات لا تملك سمعة تمنعها من الغوص عميقا في مستنقع الفساد والرذيلة. وإذا ما كانت تكلفة فساده باهظة دفعها الشعب العراقي أرواحاً وأموالاً ومدناً وممتلكات، فإن ثمن إزاحته لن يكون قليلاً بعد أن أحاط نفسه بميليشيات طائفية لن تتورع عن إحراق العراق بمن فيه وما فيه من أجل حماية المذهب الذي صار المالك رمزه. وما ورد عن المالك يصح قوله عن رموز السلطة الآخرين وإن بحجم أقل. لقد صنعت الولايات المتحدة وهي الجهة المسؤولة كلياً أمام القانون عما انتهى إليه الوضع في العراق، كونها الدولة التي احتلت آلية ديمقراطية تسمح للطاقم السياسي الذي جلبته معها يوم غزت العراق بالاستمرار في السلطة إلى زمن غير منظور. الكاتب يرى أن ما يحتاجه العراقيون هو وعي مختلف يخرجهم من المتاهات التي صنعتها سلطة الاحتلال واستفادت منها إيران. ذلك الوعي الذي يحتاجه العراقيون يقع خارج ما فرضه الأمريكان من آليات للعمل السياسي الديمقراطي من خلال العودة إلى مصدر السلطات ومصدرها في الحياة الديمقراطية ألا وهو الشعب. لذلك فإن أي تغيير حقيقي لا يمكن أن يقع إلا إذا تمت إزاحة الطبقة السياسية الحاكمة بأكملها وبرمتها التي لم تكتفي بتدمير العراق بل شوهت سمعة العراقيين حين أظهرتهم شعبا خانعا للفساد ومتواطئا مع رذائله ومستفيدا منها. مضحك في معركة موازنة 2018 المستمرة منذ أشهر هو ما أشار إليه اعتراض رئاسة الجمهورية على البند 5 من المادة 17 من قانون الموازنة الذي يتعلق بفرض رسوم على الخمور كمصدر للإيرادات، حيث تم تغيير مفردة الرسوم إلى غرامة بعد اعتراض بعض النواب الذين لم يقبلوا أن يكون الخمر مصدرا لدخلهم. سات عراجي يتساءل في صحيفة المدال، هؤلاء النواب حريصون فعلا كل الحرص على أن يكون دخلهم حلالا رغم أن أكثريتهم لا يقومون بعملهم الذي يتقاضون عليه أجورهم، أي حضور جلسات البرلمان فقط. من يراجع فيديو جلسة قراءة الموازنة وكيف يؤثر التهريج والصخب والمزايدات في العمل التشريعي يعرف أن حياة الناس ومصائرهم وأموالهم يستهان بها وتتحول إلى فرصة لاستعراض تدين زائف يلجأ للحيل لجني المنافع ويجعل ما يعتبره حراماً أمراً حلالاً مقبولاً بمجرد تغيير العنوان. من يشاهد غضبة المؤمنين في البرلمان يتوقع أن ثائرتهم لن تهدأ إلا بإلغاء الخمور كمصدر للموازنة
التي ينفق منها أيضاً على العبادات والطاعات، فصار الخمر يتسرب إليها كلها، لكن المؤمنين الثائرين يقترحون حلاً وسطاً يبرئ ذمتهم كما يعتقدون، فيضعون واردات الخمر تحت بند الغرامة وليس الرسم، وهم بذلك يعالجون آلام ضمائرهم أيضاً بهذا العنوان بمعاقبة متعاطي الخمور الذين يتحملون جزءاً من أعباء الموازنة، ولهم يد في النعيم الذي يعيشه أهل السلطة حتى لو كان العلاج فضيحة تشريعية. البلاد التي تدار بالحيل الشرعية والقانونية والتلاعب بالكلام لن تقوم لها قائمة ولن تجد لها مكاناً في المستقبل، وهي تشجع على النفاق رسمياً وشعبياً. الكاتب يرى أن طريقة تعامل النواب والساسة مع أموال الخمر هي نفسها المعتمدة في ملفات كثيرة، ومنها ملفات الأمن ومكافحة الفساد والعلاقة الخارجية. الساسة حقيقة المؤمنون، مثلا يشتمون الغرب والأمريكان تحديدا، وينشرون العداء الشعبي لهذا الغرب الذي يقيمون معه علاقات شخصية متينة ويريدون منه حماية مصالحهم بأي ثمن. أما عندما يتعلق الأمر بحماية الدولة العراقية فيتحول التعاون مع الغرب إلى رجس من عمل الشيطان. أي ازدواجية هذه؟ قال الكاتب في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جوش روجيل أن تهاون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سمحت لنظام بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا. ويشير الكاتب إلى أنه على الرغم من أن واشنطن أكدت في العديد من المناسبات أنها لن تسمح باستخدام غاز الكلور ضد المدنيين، فإن التقارير تؤكد أن النظام ماض في ممارساته لأنه لم يعد يخشى التهديدات الأمريكية. الكاتب يضيف أن إدارة ترامب ليس لديها أي خطة لوقف جرائم الحرب في سوريا والتي كان آخرها في الغوطة الشرقية، ما يجعل مصداقية واشنطن على المحك. ومع دخول الحرب السورية عامها الثامن، دعا مستشار الأمن القومي HR ماكماستر لمعاقبة موسكو وطهران بسبب دورهما في الفظائع المستمرة في سوريا. وأشار الكاتب إلى أن مثل هذه الأعمال يجب أن تكون لها عواقب سياسية واقتصادية خطيرة، معتبراً أن على الدول المتحضرة تحمل إيران وروسيا مسؤولية لدورهما في الفظائع التي ترتكب في سوريا. ومن غير الواضح كما يقول الكاتب إن كانت إدارة ترامب مستعدة للقيام بأي شيء حيال ذلك في وقت هددت فيه السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي برد عسكري من طرف ترامب. وبحسب الكاتب فإن ما يمكن قوله حتى اللحظة إن أمريكا وحلفائها ما زالوا يبحثون عن أدوات أخرى للرد على الفظائع التي ترتكب في سوريا، فلقد حاولت مع الدول الغربية في الأمم المتحدة إصدار قرار لوقف إطلاق النار وآخر بشأن مراقبة استخدام الأسلحة الكيميائية. الكاتب يرى أنه إذا لم تتحرك الإدارة الأمريكية حيال ما يجري في الغوطة الشرقية، فإن ذلك يعني كارثة دبلوماسية أخرى ترتكبها الولايات المتحدة في إطار مواجهتها ضد روسيا وإيران. ويختتم مقاله بالقول: عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية فإن مصالحنا وأخلاقنا تكون منسجمة، وما دامت الفظائع مستمرة فإن تدفق اللاجئين سيزداد والتطرف سيكون أسوأ ولن تنتهي الحرب أبدا. بعيدا عن السياسة، تمكنت شركة تي بي سي اللبنانية من تطوير تقنية جديدة لترميم المخطوطات والوثائق القديمة وأرشيفتها، فضلا عن تجليدها حسب الفترات التاريخية، إذ إن لكل فترة طابعها الخاص. ولحماية المخطوطات التاريخية تقوم الشركة باستخدام أعمال التعقيم والورق الحراري وأعمال الحماية والكشف، كما أن المخطوطات التي تحمل قيمة أكاديمية يجري عمل نسخة منها من أجل البحث العلمي بشكل مريح. وقال عدنان الوزة مدير المبيعات في تركيا
إن الشركة التي تعمل في هذا المجال منذ 20 عاماً حاصلة على براءة اختراع بهذا الخصوص وتعتمد عليها، ومن بين هذه الطرق تقنية الميكروفيلم عبر الضغط فوق المخطوطات. وأوضح أن هذه الأجهزة يتم العمل بها للتجليد أيضاً، وهذا يتم حسب الفترات الزمنية مثل الفترة العثمانية والأيوبية. كل الأزمنة حقيقة عائدة لطراز معين، ونعتني بذلك في التجليد. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.